هناك امرأة أمريكية مقيمة في الإمارات مع زوجها، وقد مرض زوج والدتها في بلدها في أمريكا، والمرأة قد طلبت حضورها والدتها، ولكن الزوج لا يقدر أن يسافر بها، فهل لها أن تسافر بدون محرم في هذا الوضع؟ لا، هذه إذا سافرت، إذا سافرت تبي ترفع المرض عن المرأة، رافعة المرض عن المرأة، ترتكب محرم وهو السفر بدون محرم، ولا هي برافعة المرض عنها إذا سافرت، فلا تسافر إلا بمحرم، ولا تبقى والمرأة تحت رحمة الله. نعم.